الصحفية كنقدموها لكم من قناتكم شوف تيفي. أهلا بكم. نسهل جولتنا من يومية المساء لعنوانات تنقلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية. أعاد الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو قائد الدرك الملكي ترتيب الإجراءات الأمنية في فيالق الشرف التي تعمل بالقصور الملكية، وقام بإجراء تغييرات مهمة بالجهاز الحساس الذي يسهر عادة على تحركات سواء من الملك سواء داخل أو خارج القصور الملكية. وليمت أخبار اليوم، المغاربة على قائمة المهاجرين بحثا عن العمل في فرنسا. يتبوأ المغاربة قائمة المهاجرين إلى فرنسا لأسباب اقتصادية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوردت صحيفة لو فيغارو أن المهاجرين المغاربة الذين أفادوا بأنهم قدموا إلى فرنسا من أجل العمل يكون معدل حصولهم على وظيفة أعلى من المتوسط 64%، وهو رقم مرتفع بالمقارنة بالقادمين لأسباب عائلية والذين لا تتجاوز نسبة حصولهم على وظيفة 45%، والطلبة المنحصرة حدودهم في 34%. ونختم بيومية الأحداث المغربية. احتلت الجماعات المحلية ووزارة الداخلية صدارة القطاعات الإدارية التي يشتكي منها المغاربة، حيث استحوذتا على ما يقارب 33% في مجموع الشكايات المقدمة، وجل القطاع الداخلية 1056 شكاية مقابل 839 في تقرير، وهي شكايات 2016 اللي همت على الخصوص المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية حضرية وقروية والسلطة المحلية وعملات وأقاليم والإدارة العامة للأمن الوطنية. جولتنا الصحفية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.